خلينا بقى نتكلم عن حملة لطيفة جدا ومهمة جدا لزيادة برضو الوعي، وهي حملة بعنوان زي أي مرض. دي الحملة اللي أطلقها البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة والسكان. حقيقي حملة يعني مش هقول جت في وقتها، هي جت متأخرة، بس أن تأتي متأخرا أفضل من أن أنت ما تأتيش أبدا. ده طبعا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة اللي معني بفيروس نقص المناعة الـ HIV المكتسب الإيدز، وشركة إيفا فارما. تحية طبعا لشركة إيفا فارما. خلينا نقول يا جماعة أنه الإيدز من الثمانينات أول ما ظهر كانت في البداية الناس فاهمة أنه هو معدي عشان لسه حاجة جديدة، زي كده بكورونا لما جت لنا في العالم كله، وكان وصفة عار كمان، مع أن ده بينتقل بطرق تانية عن طريق الدم برضو. بالظبط، يعني في مشاكل تانية مش بس كده. فللأسف لحد دلوقتي مريض الإيدز في مصر بيتعامل معاملة العار، ان هو الناس خايفة تتعامل معاه، الناس بتوصمه انه في اي حاجة. ففي الحقيقة دي حملة مهمة جدا، ان هو فعلا الإيدز زي اي مرض. والحملة دي بتهدف طبعا لمحاربة التميز ضد المرضى المصابين بمرض الإيدز والخوف المجتمعي منهم، وتوفير التوعية السليمة عن المرض وإمكانية التعايش معاه وإتاحة علاجه مجانا. تفاصيل أكتر خلينا نشوف التقرير ده عشان نعرفها. هذه الحملة تقدر توصل الوعي ده مش بس للمجتمع، وده اللي احنا يعني بنطلب فيه من الإعلام المساعدة، ولكن برضو لكل العاملين في القطاع الصحي بما فيهم الأطباء من برامج تدريبية. بقى عندنا مشكلة محتاجين ان احنا نتعامل معها، وبنحاول ان احنا واحدة من الحلول هو هذا البروتوكول المزمع توقيعه. المشكلة المرتبطة بأنه المعلومات دي مش كل الناس عارفاها، فقررنا أنه أن نجعل هذه المعلومات معلومة ومطروقة ومتاحة لكل الناس، فلما كل الناس تعرفها أكيد اللي محتاج هيعرفها برضه. فحملة زي أي مرض بتستهدف معلومة لكل الناس، هي مش حملة خاصة باليوم العالمي فقط، لكن بإذن الله تكون ممتدة لفترة طويلة ويمكن تتواصل لغاية بداية السنة الجاية بإذن الله، ونستكملها بحملات كثيرة جدا بحيث نوصل في الآخر للهدف العالمي بالقضاء على الإيدز كمشكلة تهدد الصحة العامة بحلول سنة 2030، اللي هو بقى قريب جدا جدا مننا بعد أقل من بعد حوالي 8 سنوات. الحقيقة إن احنا بنستهدف بالحملة دي فئة الشباب بشكل خاص اكتر شويه، لان هم الفئه اللي بتبقى معرضه اكتر للاصابه، وعشان كده الحمله بتستخدم كل وسائل التواصل الاجتماعي الحديثه. هنستخدم الانستجرام، السوشيال ميديا، الفيسبوك، في حاجات هتبقى من خلال الراديو، هتبقى في حاجات تلفزيونيه، وفي نفس الوقت بجانب الحمله دي في حمله مخصصه شويه بشكل مختلف للفرق الطبيه لمقدمي الخدمات الصحيه، لان محتاجين يبقى عندهم معلومات اكتر عن المرض، وبالتالي لما عندهم معلومات صحيحه هيقدروا يقدموا الخدمات لكل الناس من غير وصم وتمييز. احنا النهاردة موجودين علشان نعلن عن حملة زي اي مرض، حملة هدفها التوعية بفيروس نقص المناعة المكتسب والإيدز، علشان الفيروس ده حواليه وصم وحواليه معلومات مغلوطة كتير، مش بس في مصر لكن في الحقيقة ده حوالين العالم، حتى في الدول اللي احدثت او حتى في الدول اللي حققت نجاحات في القضاء على الإيدز او في محاربته لسه عندهم المعلومات المغلوطة دي. المعلومات الغلط دي بتخلي الناس تخاف تحلل، وبالتالي المرض هينتشر. في الحقيقة ان الدولة بتوفر الأدوية، بتوفر العلاج بالمجان، بتوفر التحاليل، وبتوفر خدمات كتيرة جدا، ودي حاجة مميزة لمصر ما بنشوفهاش في أغلب دول العالم.